تايتانيك غرقت ازاي؟ قالوا احنا بنعمل سفينه ما بتغرقش. ليه يا سيدنا كده؟ قالك ما بتغرقش لانه بطن المركب مقسمينها غرف سموها كومبارتمنتس، واحد اتنين تلاته اربعه حاجه كتيره كده. فلو حصل وهي في الرحله اتخبطت والميه دخلت جوه، هتخش جوه غرفه واحده في المركب ما تغرقش. طب اتخبطت تاني، هتخش غرفه تانيه ما تغرقش غرفه. طب تالت، مفيش كده، ما بيحصلش، برضه ما تغرقش. فقالوا المركب دي ما بتغرقش. اراد الله تبارك وتعالى ان هي تكون ماشيه وفي جبل من الجليد تحت طالع منه سن كده، يروح واخد المركب كل الغرف مره واحده كده. فالميه بلا استئذان دخلت ملت كل الغرف قدر ربنا وغرقت المركب. ليه؟ لان الميه دخلت جواها. السن بتاع جبل الجليد ده هو الشكوى. احنا بنعوم على بحر من الهموم، ولكن الاصل انها ما تخترقش القلوب الا بكثره الشكوى. انا عندي حياتي كانها غرف كده، كانها زي الكومبارتمنتس دي. فعندي الشغل وعندي البيت وعندي الصحاب وعندي الفلوس وانا بشتكي من الشغل ومن البيت ومن الصحاب ومن الفلوس، والشكوى شكوى 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 شكوى. مركب حياتي قلبي يتقطع كده علشان الهموم تدخل جواه وتبدا عمليه الغرق. ولا حول ولا قوه الا بالله. كلمه السر اني ابعد عن السن اللي هيقطع قلبي ويدخل فيه الهموم، اللي هو ايه؟ اللي هو الشكوى. كثرة الشكوى تدخل الهموم في قلب الإنسان، واللي يسمح للهموم إنها تدخل في قلبه مش ممكن يعبر حاجز الأحزان.